خلال الفترة القادمة. فبعتقد انه المهمة صعبة. الاتحاد الآسيوي بصراحة استعجل في إقامة المباريات في شهر 9. أنا كنت أتمنى أن تقام المباريات في شهر 11 تبدأ، وخاصة أنه الجولات تم توسيعها على 5 أشهر. أعتقد هل يقبل الكابتن عموت التحدي؟ أنا بتمنى أنه يستمر مع المنتخب الوطني، لأنه لا يوجد فترة. اليوم لو بدنا نغير جهاز فني، صعب تجيب جهاز فني جديد وفي مباراتين للمنتخب خلال شهر أيلول. فبعتقد إن شاء الله أنه يعني بعد تدخل شخصيات كبيرة انه عموته مستمر مع المنتخب. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناة نيوز في الخبر. في هذا الفيديو اصدقائي، من بعد الفيديو لاول مرة كيشوفوا القناة، سميت الشخص اصدقائي يشارك في القناة يفعل زر الجرس بقى يتوصل دائما بجد ديال الفيديوهات. غادي تشوفوا في هذا الفيديو شنو قال الاعلام الاردني على تصفيات كأس العالم لمنتخب الاردن، منتخب النشامة بقيادة حسين عموته. تكلموا يعني على القوة ديال المنتخب ديال النشامة، واش عنده حظوظ قوية انه يترشح ويدوز انه لاول مرة في تاريخ الكره الاردنيه يتاهل لكاس العالم 2026. اللي خليكم اصدقائي ما غاديش نطول عليكم، تسمعوا لي الاعلام الاردني شنو قال على القضيه هذه وكذلك على قوه المنتخب الاردني بقى في الاخر ديال الفيديو. حجم التفاؤل فيما هو قادم استاذ يحيى، اليوم المنتخب ضمن ان يلعب التصفيات المؤهله لكاس العالم، هذا امر مضمون، لكن اليوم امام الفرص، امام التحديات والاستقرار الفني للفريق، هل هذا موجود اليوم؟ لأن عموتة لم يحسم بعد بقائه مع المنتخب من عدمه. أشكرك أستاذ محمد على هذا السؤال القيم. بالأمانة فرض أنه يوم غد اتحاد كرة القدم يحدد مشوار عموتة، هل عموتة مستمر مع المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، وخاصة أنه مباريات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية من تصفيات كأس العالم ستبدأ خلال شهر أيلول سبتمبر القادم. يعني ما عندنا مجال كبير للتحضير. اليوم الاستقرار الفني ضروري جدا. الكابتن عموتي تصريحاته المتضاربة أثرت على الشارع الرياضي الأردني. فبتمنى أنا من اتحاد كرة القدم بعد المباراة، يعني بديش اقول الليله لكن صباح الغد، يكون في قرار للجماهير الاردنيه والشارع الرياضي واضح، هل الكابتن عموته مستمر مع المنتخب في المرحله القادمه، وايضا برنامج اعداد المنتخب. اليوم الحمد لله الاجنده يجب ان تكون واضحه. احنا بتعرف بعد التغيير اللي تم العام الماضي بالتعاقد مع الكابتن عموته والاستغناء عن الكابتن عدنان حمد، شوي الاجنده الاردنيه انضربت في يعني كرة القدم، تم تأجيلات توقفات خارج أيام الفيفا. اليوم لا، حتى مبارياتنا اللي بدنا نلعبها بعد يعني إجراء القرعة واضحة تماما بالساعة والزمان. فأنا بعتقد اليوم اتحاد كرة القدم مطلوب منه أجندة واضحة ودعم المنتخب الوطني. أنا بعتقد أنه ما يناله المنتخب الوطني حاليا من اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين دعم مطلق. فنيا الحالة اللاعب تكون أفضل، وزي ما حكيت انت انه معالم المرحله القادمه تكون مرسومه بدقه وشفافيه، وخاصه في موضوع التعاقد مع او استمرار الكابتن حسين عموته مع المنتخب الوطني. استاذ يحيى، من خلال قراءتك لتصريحات عموته، ايهما الاقرب، بقاء عموته ام رحيله؟ شو كان واضح تماما انه عموته اتخذ قرار الرحيل على عن المنتخب الوطني والتعاقد مع فريق الوداد المغربي، لكن في اخر تصريح له مع احد الاذاعات المغربيه اكد انه هو مستمر مع المنتخب الوطني، لكن لم يحدد هل هو مستمر خلال هذه المرحله والمرحله القادمه. ما في يعني في ضبابيه في موقف عموته. انا بعتقد عموته يعني ما حققه مع المنتخب الاردني حتى الان حقق اكبر طموح للكابتن عموته. تنتظر مهمات صعبه بصراحه. المنتخبات الاسيويه هناك تطور كبير في مستوى المنتخبات الاسيويه، حتى المنتخبات الاسيويه الضعيفه شفناها في كاس اسيا بتادي مباريات جيده. خلال التصفيات شفنا منتخبات اسيويه كنا نعدها منتخبات ضعيفه قوي فنيا، اليوم نشوفها بصوره ايجابيه. فبعتقد هل يقبل الكابتن عموته التحدي؟ انا بتمنى انه يستمر مع المنتخب الوطني، لانه لا يوجد فتره. اليوم لو بدنا نغير جهاز فني، صعب تجيب جهاز فني جديد وفي مباراتين للمنتخب خلال شهر ايلول. فبعتقد ان شاء الله انه يعني بعد تدخل شخصيات كبيره انه عموته مستمر مع المنتخب الوطني. هو نعم، ذكر انه مستمر، لكن حتى لشهر 9 اذا كان هناك غياب لعموته ليس من السهل ايجاد مدرب بديل للمنتخب. هذا خيار، والخيار الاخر اننا نحتاج فتره تحضيريه واضحه لمباريات ايلول القادم، صحيح؟ صحيح 100%. واعتقد انه اتحاد كره القدم كمؤسسه يجب ان يكون هناك خطه بديله
نحن سمعنا من عدد من أعضاء الاتحاد خلال الفترة السابقة إنه هناك خطة بديلة إذا قرر الكابتن عموتة الرحيل عن المنتخب، لكن الأمور صعبة. أنا بعتقد إنه الاستقرار الفني للمنتخب ضروري جدا، وبتمنى على الكابتن حسين عموتة أن يبقى في إدارة المنتخب الوطني، لأنه زي ما فضلت أستاذنا محمد لا يمكن الآن أي جهاز فني إنه يتقبل، يعني حتى لو إنه قبل المهمة وتدريب المنتخب، إنه يتحمل مسؤولية 4 مباريات قادمة مهمة جدا. هناك مباراتين في شهر 9 ومباراتين في شهر 10 ومباراتين في شهر 11. فبعتقد اليوم أنت فرصة الأردن قوية إذا استمر الجهاز الفني. نتمنى أن الكابتن حسين عموتة يكون واضح، نسمع تصريح واضح من الكابتن عموتة بالاستمرار في قيادة المنتخب، لأنه للأمانة ما قدمه اتحاد كرة القدم للجهاز الفني لم يقدمه لمعظم الأجهزة الفنية السابقة. إحنا بنعرف أنه الكابتن حسين عموتة قضى خارج الأردن ضعف اللي قضاه في الأردن، الكابتن لم يتابع الدوري، هناك اعتماد على عدد لاعبين مباريات بنجهزها اليوم. يعني انت اليوم المنتخب بما أدى وما قدمه نحتاج تجهيز مباريات تحضيريه مهمه ل يعني تحضير لاعبين لهذه التصفيات، صحيح؟ شوف صحيح، واحنا شوف يعني من احد العوامل السلبيه اللي اثرت على الكره الاردنيه في تغيير الاجنده، انه الان انت مضطر تبدا دوريك في منتصف اب. نعم، الاتحاد الاسيوي بصراحه استعجل في اقامه المباريات في شهر 9. انا كنت اتمنى ان تقام المباريات في شهر 11 تبدا، وخاصه انه الجولات تم توسيعها على 5 اشهر. العام القادم هناك فقط في شهر اذار مباراتين وشهر حزيران مباراتين. الامور زي ما حكيت لك، الامور صعبه على المنتخب الوطني اليوم اذا بدك تعد العده لتصفيات قويه، تحتاج الى تركيز عالي. اليوم احنا يعني موسمنا لسه ما انتهى، وخلال شهر بدنا نبدا موسم جديد، واللاعبين بحاجه الى راحه سلبيه. بعتقد الامور صعبه جدا. اتمنى اتحاد كره القدم انه يكون هناك لجان فنيه قادره على الوصول بالمنتخب الى بر الامان. استاذ يحيى، ايا كانت تكون نتائج قرعه 27 من الشهر الجاري لن تكون سهلة، تتفق مع ذلك؟ نعم، وأنا إذا سمحت لي عبر برنامجك أريد أن أؤكد على نقطة. اليوم إحنا حجم التفاؤل كبير جدا، وإحنا فرحتنا كانت كبيرة بالتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم. أرجو العلم بأننا في تصفيات 2014 كنا قريبين جدا من التأهل إلى كأس العالم. نحن وصلنا الملحق وخسرنا أمام منتخب الأوروغواي، يعني لعبنا الملحق مع منتخب الأوروغواي. أنا اللي حكيت لك إنه المنتخبات الآسيوية في تطور كبير، واليوم أنت نظام التجمع، إحنا في قطر لعبنا في نظام التجمع، لكن أنت في تصفيات كأس العالم تلعب، أنت بتلعب بأرضك وخارج أرضك، وممكن يجي معك يعني منتخبات بعيدة جدا، وهي تحتاج إلى يعني أمور فنية وأمور إدارية. فأنا بعتقد أنا يجب إنه الشارع الرياضي الأردني يكون على يقين إنه المرحلة القادمة صعبة جدا، لأنه أنت عندك موسم وعندك استحقاق للمنتخب الوطني واستحقاق للمنتخبات الأخرى. بعتقد أنه يجب أنه كنا نكون واثقين. اليوم إحنا شاهدنا معظم المنتخبات الآسيوية اللي تأهلت للدور الثاني منتخبات قوية جدا، شفنا منتخب اليابان، شفنا منتخب كوريا، شفنا منتخب العراق، شفنا منتخب إيران، للأمانة منتخب كوريا الجنوبية. المهم ليست صعبة وليست سهلة، ولكن تحتاج إلى التخطيط وتحتاج إلى دراسة أوراق المنافسين بكل دقة واحترام الخصم دائما وأبدا. أصدقائي، وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يكون الإعجاب ديالكم، خليوا أراضيكم تعليق لايك والبارتاج وقت نزل هذا الفيديو، وتلنا وصلنا لنهاية، ونقول لكم تلقوا في فيديو جديد موضوع جديد، والسلام عليكم.